جامعة وفي جميع جامعاتنا الفلسطينية حتى يكونوا جاهزين للعروض الدولية والعروض الإقليمية اللي إحنا كلنا دائما ناشطين في هذا المجال. كما أن ما ينتج عن نقاش وما ينتج عن تباحث وتفاكر الآن في الجلسات الشفوية والافتراضية وفي الملصقات البحثية يساعد جدا في إغناء كتابتكم للأوراق البحثية الناتجة عن هذه الأبحاث وإمكانية نشرها في مجلات مرموقة ومجلات طبعا في مستويات عليا في التصنيف. وهي أيضا فرصة ذهبية لتباحثكم وتفاكركم كطلاب مع الخبراء في المجال. كما تعرفوا كل جلسة لديكم هناك طاقم تحكيمي نحن شاكرين له رح يكون يتفاعل معكم ويتباحث معكم بالإضافة إلى الضيوف الحاضرين أيضا لإغناء هذه التجربة. والأهم من ذلك كله هو أننا في بحوثنا كطلبة فلسطينيين وخاصة بجامعة القدس وبجميع الجامعات الفلسطينية نضع اسم فلسطين على الخارطة الدولية للبحث الطلابي. كل أبحاثكم أو ملخصاتكم البحثية اليوم رح تجدونها في الكتيب الخاص بالبحث وهو متواجد عند التسجيل وسوف يكون أيضا على موقع الجامعة. كما أنه كل ملخصاتكم البحثية بعد التحرير سوف تعرض في المجلة الطلابية الخاصة بجامعة القدس وهي مجلة PAL Student وهي تخزن في المستودع الرقمي لجامعة القدس وتصبح خلال أيام متاحة في المحركات البحثية ومنها جوجل سكولر مما يساعد على الوصول لأبحاثكم والوصول إليكم كباحثين. طبعا كمثال عن جامعة القدس نحن نحتضن في هذا المؤتمر من جميع الجامعات الفلسطينية ومن جامعات إقليمية أيضا، لكن كمثال في جامعة القدس البحث الطلابي هو رافد مهم جدا في أبحاث جامعة القدس اللي تتربع جلها في المجلات الأعلى تصنيفا حسب قاعدة سكوبس، بحيث نجد أن الطلاب في مرحلة البكالوريوس أكثر من 15% من الإنتاج البحثي للعام الأكاديمي 21-22 و30% هم من حديثي التخرج الذين ما زالوا ينشرون تحت اسم جامعة القدس. وأنا أشجعكم جميعا اليوم بملخصاتكم البحثية اللي راح تعرضوها إنكم تحاولوا تكملوها كبحوث كاملة تنشر في مجلات ونحن هنا مجلات طبعا مرموقة ومصنفة في سكوبس ونحن هنا موجودين للمساعدة. وإذا نظرنا إلى الباحثين الأكثر نشراً في جامعة القدس العام الأكاديمي الفائت نجد أن الطلاب الباحثين أيضاً يتربعون على هذا العرش فنحن جداً فخورين بطلابنا الباحثين. بالنسبة للكونفرنس أو مؤتمرنا اليوم نجد أن لدينا باحثين طبعاً من فلسطين، باحثين من السودان، من تونس، من المغرب وأيضاً من قطر مشاركين. طبعا الباحثين الإقليميين حيكونوا في العروض الافتراضية الموجودة في قاعة الجمل في قاعة 108. طبعا تقدم هذا العام 82 ملخص بحثي بعد المسح الأولي وبعد عمليات التحكيم انتهينا ب 49 بحث اجتازوا بنجاح جميع عمليات التحكيم وهم الآن بين أيديكم في كعروض شفوية وملصقات وعروض افتراضية. طبعا كالعادة كانت الباحثات لهم نصيب الأسد ابتداء ب 73% وانتهاء ب 82% في العروض اللي راح تشاهدونها اليوم. طبعا كانت عنا من جامعات أخرى جامعات فلسطينية مش قادر أقرأ من جامعة طبعا القدس، جامعة الخليل، جامعة فلسطين بغزة، من جامعة النجاح، من جامعة الإسلامية في غزة، من جامعة قطر، من طبعا من كلية بارد القدس، من ساوث فالي يونيفرسيتي، من جامعة الأزهر بغزة، ومن جامعة بهنغري، ومن جامعة بنها. طبعا وهناك مداخلتين بالجلسات الافتراضية من مدارس ثانوية من المدرسة الأمريكية دائما
يكون لدينا مداخلات أكثر من طلاب المدارس، لكن لظروف المدارس في هذا العام استطعنا فقط أن نستقبل بحثين من طلاب المدارس. طبعا حيكون عندنا عروض شفوية في الطب، علوم المختبرات والصيدلة، وعلوم حقوق الإنسان والاقتصاد والآداب. أما بالنسبة للملصقات البحثية أيضا سوف تكون في الصحة العامة والطب وعلوم المختبرات والصيدلة وعلوم البيئة. بالنسبة للعروض الافتراضية سوف تكون أيضا في علوم الصحة العامة والطب والعلوم المختبرات والصيدلة والاقتصاد. طبعا أغلب المتقدمين هم من السنة الرابعة لأن هذا يتوافق مع مشاريع تخرجهم، ولدينا القليل من الخريجين ومن السنوات الأخرى أيضا. وهنا يجب أن نشكر كل المنظمين والذين ساعدوا بهذا المؤتمر الذي نتمنى أنه يكون ناجح. أمرا الجسم الطلاب الميديكال أسوسيشن فور ميديكال ريسيرش كانت شريك رئيسي، والنادي البحثي في كلية طب الأسنان كان أيضا شريك رئيسي آخر في التنظيم لهذا المؤتمر. طبعا حكامنا الرائعين بالجلسات المختلفة اللي رح يقيموا الأبحاث، وسوف طبعا في كل جلسة سوف يكون هناك أحسن بحث، كل بحوثكم إن شاء الله فائزة، لكن الأفضل من الأفضل سوف يتم اختياره حسب تقييم الباحثين. طبعا دكتور حسين، دكتورة سهير، دكتورة نهى، دكتورة سلام، دكتورة دانيا، دكتورة آمنة، دكتور عصام، دكتور إبراهيم، دكتور عبد الله، دكتورة منى، دكتورة كوثر، دكتور إبراهيم، دكتورة رانيا، دكتورة ميسة، دكتورة علا ودكتورة مها. كل هذه حسب الجلسات، دكتور عامر ودكتور عمر ديب، دكتورة إسراء ودكتور محمد الحجوج ودكتور أحمد ودكتور فراس بركات. شكرا لكم جميعا. طبعا كمان نشكر لجنة الكوميونيكيشن والميديا اللي ساعدونا جدا، واللجنة المختصة بتحضير الكتيب وبتحضير المجلة الإصدار بال ستودنت. شكر كبير لكل أعضاء اللجنة اللوجستية اللي طبعا هم الداعم الأساسي لكل الأعمال، وطبعا لتلفزيون القدس التربوي الذي دائما يظهرنا بصورة جميلة للمجتمع وللعالم. وشكر خاص كبير جدا للجنة المنظمة، الأستاذ الياس، الأستاذ أحمد، الدكتور أنس والدكتورة ميار. طبعا إحنا كما تشاهدوا بنحاول حتى هذا المؤتمر الذي يقوده أن يكونوا أيضا طلاب أو حديثي التخرج، هو للطلاب وأيضا يقوده الطلاب. وأخيرا تحية مقدمة مني إلهام الخطيب عميد البحث العلمي وبروفيسور دان عميد كلية بارد اللي هلأ رح يلقي لنا كلمة. Please, Professor Dan, the floor is yours. Let me see, just what, put something, okay, let's just, thank you. Assalamu alaikum, good morning. It's a great honor and pleasure to be here today to welcome you all to the fifth undergraduate research conference for Palestine. It is a great pleasure to work with Dr. Elham Khatib, the Dean of Scientific Research, and her team. This has been a partnership that has gone for the last 5 years, where we bring the best of our students and ideas from Al-Quds Bard College, combine them with the amazing work that Dr. Elham has been doing to raise the profile of research across this university and to engage with this conference. This is a very special day also because it's a great pleasure and honor to work within Al-Quds University, where its leadership has placed such an emphasis not only on research done by our faculty and scholars, which is very important, but also, as Dr. Elham emphasized, that student research is very much woven into the work of the university. You, the students,
are creating knowledge just as the faculty and scholars are, and in many times with them. And in that sense, it's great to have the leadership of the university, Dr. Ahmad, Dr. Hassan, Dr. Motasem, the deans, and so many others who are supporting this work across the board. It's also a great pleasure to work with the Ministry of Education on this, and great to have Dr. Iyad with us to support the work that is done, not just at Al-Quds University, but throughout all of Palestine, to make research an important and growing part of the educational environment, not only at the university level, but also all through the educational system throughout the country. I'm also really pleased that we have such a wide variety of students coming from all around Palestine, and I see from other parts of the world as well participating. And so this is an enterprise not just for this university, but also bringing together people from all over, because knowledge is not something that's created individually one by one, but created more strongly when we all work together, learn from each other. And so it's great to have students from all over Palestine together to show what they have been doing, and by adding, create something that's larger than the sum of its parts. You know, in English, the word research comes from and contains the word search. All of you who have been working on research over the course of this year or over the course of your whole careers as students, you have been engaged in an important process of searching, of looking for answers to questions to which you do not know the answer when you begin. After all, this is what research is, not finding out something you already know, but finding out what you do not know. And in fact, sometimes learning to ask new questions that didn't even occur to you at the beginning. That search is a kind of journey, and each of you, in whatever field you have been in, whether it's in the health professions, or the biological sciences, or in economics, or in human rights, or in literature, each of you has been on a journey that has culminated in some kind of finding, and probably the creation of paths for new journeys. That's an incredibly exciting, important venture for each of you as individuals. And today, you are taking all of us on a further journey where we have the chance to hear from each other in oral presentations, to see each other's poster presentations, and to engage in the conversation that lets us all move forward towards the creation of new knowledge, and knowledge not just for itself, but knowledge that adds meaning to our lives, that adds opportunities for greater health, greater justice, greater prosperity, greater freedom, greater ideas for the people of our universities, for the people of Palestine, and for people around the world. I congratulate all the students on the amazing work that you have done. I congratulate your faculty who have helped guide you, and I thank you, because I too will be learning and with you along the course of this day, and look forward to everything that we will do together. Thank you very much. Thank you, Professor Dani, always inspire us with your speeches. ومثل ما حكى Professor Dan, فعلا احنا بنتطلع لنتعلم منكم اليوم بهذا التجمع الرائع. والآن كلمة جامعة القدس يلقيها الأستاذ الدكتور حسن الدويك النائب التنفيذي لرئيس الجامعة فليتفضل. أسعد الله صباحكم جميعا، أرحب بزملائي، أرحب بالأخ الدكتور إيهاب ممثل وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي، أرحب بزميلي دكتور معتصم نائب رئيس الشؤون الأكاديمية، أرحب بالدكتور دان ترس عميد القدس بارد وليس بارد، أرحب بدكتورة إلهام، وأرحب بالزملاء عملاء الكليات، أعضاء التدريسية، والأهم من ذلك أرحب
بكبدة قلوبنا طلابنا الأحبة وطالباتنا الأحبة أيضا للجهود الجبارة التي يقومون بها في تطوير البحث العلمي في جامعة القدس. البحث العلمي كما يقول دائما رئيس الجامعة الدكتور عماد أبو كشك الذي كان يرغب ويحب أن يكون معكم هذا الصباح ولكن لظروف خارجة عن إرادته يعتذر، ولكنه يقدر ما تقومون به لأننا في فلسطين نريد البحث العلمي. لماذا نريد البحث العلمي؟ يا جماعة الاقتصاد على المستوى العالمي يعتمد على البحث العلمي والابتكار وبراءات الاختراع التي يقوم بها الدول، سواء في الدول حاليا ككوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بشكل عام. الصين اليوم سبقت كل دول العالم في الإنتاج البحثي عددا، يعني الصين بتنتج تقريبا 800,000 ورقة علمية بالسنة، ولكن الأوراق البحثية تحسب عدد الأوراق العلمية بالنسبة لمليون من عدد السكان. إذا بنطلع على الدول الأوروبية بنلاحظ سويسرا وهي الدولة الأكثر نشرا علميا، وهذه إحصائية 2020، سويسرا أنتجت ما يزيد عن 4,000 ورقة علمية لكل مليون نسمة. طبعا إحنا إذا نطلع على الوطن العربي نلاحظ حالنا شوي إلى الوراء، يعني مصر اللي فيها 100 مليون نسمة عدد الأوراق العلمية تقريبا 250 لكل مليون نسمة. مش العدد مش هو المهم، المهم نوعية الأبحاث العلمية. إحنا في جامعة القدس بدنا أبحاث علمية ابتكارات حتى نساعد في حل مشكلة العاطلين عن العمل. يعني أنتم تقومون بأبحاث علمية، ولكن إذا كانت هذه الأبحاث موجهة إنوفيتيف جديدة قد ينتج عنها شركة أو مصنع، بالتالي هذه الشركة أو هذه المصنع اللي الجامعة على استعداد أن تدعمكم وإلى آخر المشوار. وأيضا هذه الأفكار اللي تيجي منكم أنتم من خلال البحث العلمي نستطيع أن نضعها في الإنكوبيتر في جامعة القدس. إحنا في جامعة القدس أسسنا إنكوبيتر اللي بيحتضن البحوث العلمية لكم، ونمشي معاكم ونوجهكم أنكم تسووا البزنس بلان، ونشوف بالنهاية أنك أنت أسست ستارت أب أو كمباني. العالم يا جماعة كله عايش هيك. اليوم في الصين 15% من طلاب الصين بيبدوا بستارت أبس، وبالآخر بتصير شركات ناجحة وهي اللي بتدر الفلوس. الدولار اللي بتستثمره في البحث العلمي برجع لك 32 دولار كقيمة اقتصادية، هذا في المعدل. فبالتالي إحنا بفلسطين بحاجة للبحث العلمي وخاصة البحث العلمي التطبيقي عشان نفيد البلد. إحنا في مرحلة النيشن بيلدينج، بناء مجتمع فلسطيني، بناء الدولة، بناء المؤسسات. ما بدنا نضلنا نجيب النوليدج من خارج فلسطين، إحنا بدنا to produce the knowledge not transferring the knowledge. وخلق النوليدج يحتاج البحث العلمي اللي انتم بتقوموا فيه. فبالتالي احنا نشكر جهودكم الجبارة. وزوكربيرغ مؤسس الفيسبوك مش احسن منكم، هو كان طالب في جامعة هارفارد. اليوم الفيسبوك روحوا دوروا قديش بتسوى مليارات من الدولارات. اقتصاد هيك الناس بتبني الاقتصاد تبعها، سواء في امريكا او في اوروبا او في اليابان او في سويسرا. إذا بتطلع على سويسرا مثلاً هي الطب في صناعة الأدوية. الدواء الجديد بيجيب مليارات من الدولارات للدولة لأنه بروح بتسجل كبارات اختراع وبعدين بيجيب فلوس اقتصادية صناعية. إذا إحنا يجب أن يكون البحث العلمي موجه، ويجب أن يكون مش فانتزي، مش واحد والله جاء باله إنه صار يشتغل، لا، هو يجب أن يكون موجه. واحنا بنساعدكم بكل خطواتكم.
ولن أطل عليكم، ولكن بدي أتمنى لكم التوفيق لأن أنتم بتقوموا بعمل جبار. بدي أشكر الأندية العلمية، نشكر عميد البحث العلمي ودان اللي هم مسكين هذا النشاط له 5 سنوات، وهذا النشاط ناجح جدا. يعني لما يكون الكونتريبيوشن تبع الطلاب بين 15% إلى 30%، تصور أنت قديش مهم. وإحنا في الجامعة مستعدين نقدم لكم الدعم الكامل، كل ما تحتاجونه، سواء في مستوى تقديم المنتورز أو على مستوى تقديم الكونسيومبلز أو الأجهزة، ولا تترددوا في طلب المساعدة. بالآخر بدي أشكر كل القائم على هذا النشاط، وأتمنى لكم التوفيق، وأتمنى لكم برزنتيشن موفقة، وشكرا لكم. شكرا بروفيسور حسن على هذا التحفيز وفعلا هذا التوجيه لطلاب الجامعات الفلسطينية جميعا. فنحن هنا في جامعة القدس نخدم هذا الهدف لجميع فلسطين، ونحن مستعدين باحتضان جميع الطلاب والباحثين في جميع الجامعات الفلسطينية، ونقدم أيضا لهم هذه المساحة لأن نؤمن فيهم. ونحن لدينا أمل كبير فيكم، لأنه عندما نتطلع إلى البحث العلمي الطلابي قبل 6-7 سنوات، مش فقط في فلسطين، لا، في جميع المنطقة العربية كيف كان وكيف هو الآن، نرى أننا إن شاء الله على الطريق الصحيح، وأن هناك المزيد من الإبداعات والإنجازات في المستقبل القريب، لأنه بجهودكم وجهودكم أنتم، إحنا كنا ميسرين فقط، استطعتوا أن تقفزوا قفزات كبيرة، وأصبح لديكم الوعي كطلاب بأهمية البحث العلمي، وهذا الشيء لم يكن موجود على أيامنا ولا على أيام حتى 10 أجيال بعدنا. فأنتم في هذه المنطقة أنتم رواد. فنشكركم جميعا، جميع الطلبة جامعة القدس والجامعات الفلسطينية جميعا، مرحبا بكم 1000 مرة. والآن مع ضيفنا الدكتور إيهاب القبج، ممثل وزارة التعليم العالي. شكرا لوجودك وشكرا لحضورك، وتفضل. أسعد الله صباحكم بكل خير. الحضور الكريم في رحاب جامعة القدس، جامعة الكل، جامعة الوطن، في هذا اليوم الفلسطيني المتميز الذي يجمع ثلة من بناة المستقبل، باحثي المستقبل، بناة فلسطين. يسعدني أن أكون اليوم من على هذه المنصة لأنقل لكم تحيات أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، راعية البحث العلمي في فلسطين. وهناك العديد من المبادرات التي قامت بها الوزارة. وجودي هنا هي رسالة من الوزارة لنحتفي سوية بهذا الجمع، بهذا المؤتمر الذي كان لي شرف أن أكون فيه في نسخه الأولى. واليوم كم ألاحظ التطور الذي حصل لهذا المؤتمر في نوعية الأبحاث وجودة الأبحاث. كل الشكر طبعاً للقائمين على هذه المؤتمر، لهذه الجامعة، لإدارة هذه الجامعة، ورسالة وتحية عطرة إلى إدارتها ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك. وأيضاً يسعدني أن أشكر أيضاً الرعاة والقائمين، دكتور دان، دكتور حسن، دكتور معتصم، اللجان التحضيرية، الطلبة، دكتورة إلهام طبعا يعني رائدة هذه المبادرة. والكل يلحظ كم أصبحت اليوم جامعة القدس على خارطة البحث العلمي الدولية. المساهمات البحثية من الباحثين من هذه الجامعة هي قيمة، هي ملحوظة على مستوى العالم. نريد أن ننطلق وأن نعلم وأن ندرب وأن نوصل رسالة إلى الطلبة اليوم بأن بإمكانهم الوصول والولوج إلى العالم من خلال بحوثهم العلمية المتميزة.
لا أريد أن أطيل، ولكن اسمحوا لي أن أخذ بعض الجمل. هي عبارة عن نصائح ذكرها دكتور بروفيسور دان دكتور حسن. البحث العلمي هي رحلة، استمتعوا في هذه الرحلة. وأيضا هناك جامعة وهناك حاضنات للأعمال في الجامعة، انتبهوا إلى وجود هذه الحاضنات، اذهبوا إلى هذه الحاضنات واطلبوا منهم ما تريدون، ستجدونهم طبعا ودائما هم إلى جنبكم لإيصال هذه المشاريع إلى أن تكون ذات قيمة، قيمة مهمة جدا، وقد تكون قيمة تجارية كبيرة. أتمنى لهذا المؤتمر ولجانه وجميع القائمين عليه النجاح والتوفيق، وشكرا لكم جميعا. شكرا دكتور إيهاب، وشكرا لدعم وزارة التعليم العالي اللي لاحظنا مؤخرا الدعم الكبير للبحث العلمي بجميع الأنشطة اللي عم نقوم فيها. نود بس أن نلفت انتباهكم لبعض الأمور في البرنامج في الأجندة. هلا بعد هذه كانت ختام اللجنة الجلسة الافتتاحية، سنتوجه بعدها إلى افتتاح الملصقات البحثية معا، ومن ثم إن شاء الله المفروض أنه على 10:30 لساتنا على الموعد، 10:30 طبعا بعد افتتاح عرض الملصقات حيكون في استراحة قهوة في قاعة الجمل، ومن ثم على 10:30 تماما سوف تبدأ الجلسات الشفوية هنا في المسرح، الجلسات الافتراضية في قاعة 108 في الجمل، والملصقات حتكون في برضو قاعة الجمل، حيث سوف يبدأ المحكمين حسب البرنامج بالتقييم. طبعا سوف نكمل هذه الجلسات الساعة 2 في قاعة الجمل، سوف يكون هناك غداء خفيف. الساعة 3 أرجو من الجميع العودة، وسوف يكون إن شاء الله الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك معنا في الساعة 3 لتوزيع الجوائز وختام هذا المؤتمر، فأرجو من الجميع العودة إلى المسرح هنا لإعلان النتائج. وأريد أن أشير انتباهكم على أنه هناك مسابقة راح تلاقوا موجود أوراق، أو هي أصلاً موجودة كمان على موقع المؤتمر، تعملوا سكان لهذا الباركود، حضور مشاركين متطوعين، هذا الباركود حياخدكم لتقييم لإعطاء تغذية راجعة عن عروض زملائكم. كل طالب، طبعا هي مفتوحة للطلاب فقط، كل طالب بيعمل أكثر تقييمات رصينة، تقييمات دقيقة وبعدد أكبر رح يفوز بجائزة مالية إن شاء الله على الساعة 3. فبشجعكم كلكم تخلصوا عروضكم، تشوفوا عروض زملائكم أو الحضور أو المتطوعين أو حتى المودريترز بس يخلصوا شغلهم، شجعكم كلكم إنكم تشاركوا في هذه المسابقة. أما الآن نتوجه جميعا مع ضيوفنا إلى قاعة الملصقات لافتتاحها. شكرا جميعا، ونراكم دائما، ويوم رائع نتمنى لكم من جامعة القدس.